السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالكم إيموبيليو ماروك. لو كو دو كونستركسيون دون فيلا اون كروزوفر، واحد لو سوجي كيهتموا به الناس. لذلك كل سنة في هذه السنة 2023 تنديروا لا ميزاجور، تحديث ديال المعلومات عليها. هاد السنة غادي نقترحوا عليكم واحد الطابلو اكسل باش انتوما كتخشيو لي دوني هنا في البقعة الحمراء، كتخشي لا سيرفاس تيران ولا لونغور ديال الفرصادة، كيعطيك هو اوتوماتيكمون لا سيرفاس اللي يمكن لك تبنيها، لا سيرفاس بلونشي لجميع الطبقات اللي غتبنيها، لا بروفوندور ديال التيران، لا لارجور ديال داكشي اللي يمكن لك تبنيه، ولا لونغور ديالو. في هذه الحالة هذه راه غيكون البناية عبارة عن 10 مضروبة في 12.43. كتشوفوا مختلف مراحل البناء من التيراسمون. هذا الشيء اللي بالصفر راه الأثمنة اللي قيمناها احنا بأنها مناسبة لسنة 2023. دونك من بعد ان شاء الله غنبقاو كل مره نبدلو غير هاد الاثمنه اللي بالصفر، غادي تبدل تولي الاثمنه محينه للسنه ديالها. دونك هنا كيعطيك شحال غيتبقى الديراسمون، لا بلاتفورم سو سول، لو فوال. واخا انا بالنسبه ليا لو فوال يمكن نتفاداوه بواحد الاجراءات في التصاميم ممكن نتفاداوه، لا دال ديال لا كاف ولا كلوتور. في السطر الثاني غادي تلقى لا دار ديال ريت شوسي بشحال كتقام. بيان سور هادشي كامل كتشوف فيه المان دوفر بشحال كتقام والماتيريو بشحال غادي تقام، ولا دار دو ليتاج اي لي تيراس. في الريكابيلاتيف غادي تلقى توتال ديال لا مان دوفر والتوتال ديال الماتيريو. بيان سور هادو سي دي بري دو فيام، ملي كتاخد اون انتربريز راه خصها تزيد شي بركه ديالها. كتلقى التوتال في الحالة هذه ديال هاد الفيلا اللي هي فيلا جملي، كتقام بديك 55 مليون، 558 ألف درهم. هذا بمراعاة أن لي ماتيريو درنا بأنه الحديد راه ب10 دراهم، لو صاب راه 300، لو كرافي راه 200، لو سيمون راه ب74 درهم لو ساشي. دونك هاد الاثمنه هادو فيما تلقاوها مغيره، عرف بان هاد الاستيماسيون هادي خاصها تراجع من حيث الاثمنه الاساس ديالها. تاخر تنأكد عليه خاص البلانات ديال الحديد خاصهم يكونوا اوبتيميزي، ولذلك فهاد الاستيماسيون كتبقى واحد الاستيماسيون باش تكون ان بيدجي، يعني واحد الميزانيه ديال البناء، يعني استيماسيون تقريبيه. ولكن الا كنت انت في واحد صوبتي دي بلون اوبتيميزي، وصلتي لواحد المرحله متقدمه في الدراسات، وباغي تصاميم باغي يعني الاستيماسيون بلوز اكزاكت، كتصيفط لنا في الواتساب لي بلون ديالك وتنعطيوك مساعده في هذا الاتجاه. دونك لي انتريسي تيدخل للديسكريبتيف، راه كاين واحد لو ليان وكيكليكي عليه تيدخل كيعمر البيانات ديالو. حنا راه كنصيفط في الواتساب، راه كنتواصلوا معاه حسب المرحله اللي وصل ليها في الدراسه، كنعطيوه الميزانيه اللي كتناسبها.